لا مزيد من الأسرار حول الحبر بيوس الثاني عشر، الرجل الذي ترأس بابوية الفاتيكان بين عامي 1939 و 1958. أرشيفه سيكون متاحًا بداية من مارس العام 2020، ما قد يسلط الضوء على أعماله خلال الحرب العالمية الثانية. ولأعوام عدة ظل الباحثون يطالبون بالتمكن من معرفة أسباب عدم تدخل بيوس الثاني عشر بشكل فاعل ضد المحرقة التي تعرض لها اليهود باب الفاتيكان الحالي فرانسيس أكد أن الكنيسة ليست خائفة من التاريخ حرم بيوس الثاني عشر من التطويب العام 2009 بسبب الجدل حول دوره إبان الحرب العالمية الثانية يعتقد الكثير من المؤرخين انه كان عليه مواجهه المجزره التي تعرض لها اليهود على ايدي النازيين بشكل اكثر حزما لكنه لم يفعل ذلك لتجنب تعريض الكاثوليك في اوروبا المحتله للخطر وسيكون الوصول الى الارشيف السري ربما اجابه شافيه عن كل ما تم تداوله حول البابا بيوس الثاني عشر